الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد إتمام استماع المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حمد ربي تبارك وتعالى نتشكر الله غي سيسرنا الدار ديون مقر ومقر الخير وفولكي اللي غاو كانسو النسبيان تنقضى ديهم من غلبة التوحيد الصغار تبرتاد اللي يرى العالمة دات يرحم ربي الأصول الثلاثة، يعني إكرادين بدادن اللي شتي بنا الدين اللي فايت ويسقساك وديان قيدنا غاية ما غل القبر، يعني بيد غل قدام ربي السي زوان غلي خر تري تويسقسا في سقساتنا دغيك اللي سنا واللي قيسني نشحن واللي قيسني يجاوبن هاني انشحاني في الحاني سعد يسعد غلي خر ان شاء الله، واللي ولي جاوبن والعياذ بالله هان مصير نساتي بين مانيتيا نسال الله السلامه والعافيه. فلذلك لازم غي واجف الله باش تفهمني السنت انت يا يتما نما غتنس فهمي كل ما يانا يتمتنا غدي ستمتنا غي مسلما واللي نسن ولا واللي نسن اللي يقربن ولا واللي يقوبن. وكانت يغون شكادتي هي في اللغ الواجب غير اللي سنا هي في اللغ الفرض وليس نتو خيار، يعني لانه كدان يدنا غي تبعت غون شكا. اذا من بعد ما نسبينا يا يتما دي ستما ارسل نسوا غون بدا اللي نسوا غون بدا دي زوارن، وهو من ربك معرفة الله معرفة العبد ربه نسبين قيس المعنى العبادة لانواع نس غصت بحول الله راه نسبيين الانبدا دوي السين وهو معرفة دين الاسلام نسبيين الانبدا دوي السين اللي فايتو يسقسا ومسلم ليان من ما دينك عرفتيني الدين هي الاسلام الدين نو هي الاسلام الاسلام هذه خصها نسان يا غنتيني كي يا مسلم هي ديال تا مسلم كي ديال تا مسلم هذه خصها نسان وفي قال ما يديني هو ولدات هذه الاسلام هذه دارسي المعنى يعظم زود غير اللي نساو في العباده هان كذلك هي معنى الاسلام الاسلام هو الاستسلام لله ان العالمات وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. هل الإسلام يا يتمام هو غنسلم لله تبارك وتعالى نسلم نفوسنا غنسلمي ويانا لله عز وجل أتتولي بلا من أسلم نفسه لله أتسلم تجيون في لله سبحانه وتعالى بمعنى تتولي خضعا دولي استسلم دولي إنقاذ دولي يسدمر سيدي سبحانه وتعالى أتسلمت يا ربي بمعنى أتنيت تسليم يا ربي تبارك وتعالى سمعنا وأطعنا كلنا ذي كان غدار ربي تبارك وتعالى أو اللي كدر القسنس اللي غدي يوزن وهو محمد صلى الله عليه وسلم يخصد استسلم يخصد استدمرت يخصد استخضعت إغي عصى الإنسان تي ورفق الإسلام ولكن المقصود أنه يخصد يولي يسلم لله تبارك وتعالى يخي سيوقع كان الغفلة ولا النسيان ولا الجهال ولا كذا هذه ما ين رد يشك ان شاء الله هو المن كيتلس نساو المعصيه ولا السفوز الاسلام ولكن الانسان يتكبر في ربي تبارك وتعالى وهو يسلم زود اللي وقع عند صغي ابليس عادنا الله من شره ولا ولي تتابعان اللي استكبر في الامر ربي تبارك وتعالى ورينا تخضعن ورينا تسلم لله عز وجل التي غون فوق الاسلام والعياذ بالله. اشكو الاسلام هو الاستسلام ان الله لا يرضى إن الدين عند الله الإسلام أريدنا ربي تبارك وتعالى غير لا يضنى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا ما هي الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له بالطاعة أتساد مرتي ربي تبارك وتعالى سميت الطاعة أتساد مرتي ربي غير غرا أتساد مرتي النبي صلى الله عليه وسلم غير غرا سواء غير لي خيومر ولا غير لي خينا. ثم يا هذه المسألة فات نساو الفلاس وهو البراءة من الشرك وأهله كذلك الزغل الإسلام المعنى اللي نقيسيك من التبرات الزغوي اللي يفوغنا غارس ربي واللي يشركنا شريكي ربي واللي يكفرنس ربي غيك اللي نسبين غير تنقيت اللي يزري أنه يتكشم غلبة من التوحيد الباب من التوحيد يكشم نقيس الحب في الله والبغض في الله يكشم نقيس البراءة من الشرك وأهله. إذا لا بد أتسن بأنه الإسلام غير تسلمت ربي طاعت ربي تبارك وتعالى طاعت النبي صلى الله عليه وسلم اتي لازم كسول غير اللي سنا تصفق تزغل قلبك كله واللي كله وان يكفر نصر ربي وان يسكن شريك ربي تبارك وتعالى الترت ولا الترت حبو الترت نصر تصل قلبك رد يسن عمل غير اللي سنا غير المعاملات سما معامله يفولكين اللي سيمر الاسلام غير بيع الشراء خطط جرا وتخيادة المسايل ولكن الترت حبو تصل قلبك. الاسلام يتما يتبنى في فراد في فراد في فراد في فراد بدل في فراد في فراد الاركان في فراد تمزالين مقرنا في تيبنا الاسلام دين الاسلام اللي هي دين ربي اللي سجوز كل الانبياء يتبنى في فراد
مازالين ولا كي هاد الاركان، الاسلام والايمان والاحسان. يعني غادي تفصل العلماء ارتد صغور نبي دور النبي صلى الله عليه وسلم ارتيني نتيجه كي راه الدرجات، الا الاسلام انت هي الدرجه الاولى، يتابعتي الايمان يتابعتي الاحسان. وكنا تينا نساو في كود ديال جيت سنتي ان شاء الله تبارك وتعالى المعنى اللي سي سي خصها. الاسلام اللي هي انت درجتي زوارن غادي نربي تبارك وتعالى التيبنا انت سموس سموس الاركان سموس تيمازالينا في التيبنا الدرجه ديال ازوارن تيبنا في خمسه تيمازال ما ديانت شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. اختي دايا سموس الاركان سموس تيمازالين في التيبنا درش الاسلام غدي نربي تبارك وتعالى يخصها تدي روحو في كان باش يصحو الاسلام انت. وكانت كل تي على قنص الظاهر اللي تيني العلماء الشهاده وهو تشهد لا اله الا الله. ما معنى تشهد؟ بمعنى ماشي غير صغار نيت سيمينك وانما تيسند بانه هو تيت نيت سيمينك اللي خصك تشهد اللي خصك تقن تيقن في القلب ني تيقن سيس في القلب ني تامن سيس تجن سيس تشهد سيس يلسنك تشهد سيس كذلك لا عمل لك لا قوى لك لا فعل لك. هذا هي المعنى من الشهاده. الشهاده ورتي هي غير يلس مش كو ختنا تسمى شهاده الزور غير شاه الانسان سياد الحش اللي سور يومن ولا اللي وري صحيح ولا اللي وري اعتقد انت ولا اللي الدوري الهي هذه تسمى شهاده الزور. يخصك الشهاده الحق اللي كان يتيبنا في العلم الايمان اليقين تيبنا فكذلك في الاستسلام للخضوع لله عز وجل شهاده ان لا اله الا الله. وكون ما هي المعنى لا اله الا الله غير اللي سنا العالمات ان شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. المعنى سمستيان لا معبود بحق إلا الله. هكذا هي المعنى شهادة أن لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله ماشي لا معبود إلا الله اللي تنين بعض اللي يستشرح أوه شكون قلنا لا معبود إلا الله؟ يعني كل ما يتي عبادنا تي ربي كل ما يتي عبادنا أتي أنت يا الله سبحانه. أوه لا معبود بحق واللي ما يستحقنا يتي عباد مع ربي شكون لامت المعبودة يقول لما تعبد نتران تيور تفوك تي الاصنام الاوثان العافيت الغردين يمشى الزعطوط كل ديال ما يتعبد نسال الله السلامه والعافيه الى يومنا هذا غير من شر. اذا المقصود لا معبود بحق الا الله وحد النفي من الاثبات لا اله الا لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. وكان يقيس النفي اللي يقيس الاثبات لا اله ارتسيتي كل ما يتعبد من دون الله كل ما يتعبد نرتي تأسيس تكفر تتكفر به وتتبرأ منه. إلا الله أرتبت العبادة ربي تبارك وتعالى وحده لا شريك له وتفسيرها وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذا معنى نختدغ كدايا لا إله إلا الله كدايا معنى دين ربي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا كل تيقولي وين دايت ما رانت لوق باش الباهرة تنضح ولكن المعنى اللي نقصد نكوني هو المعنى لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. المعنى محمد رسول الله هتيات أنه اتشاهد القلب نيك ديال سنيك ديال الاعمال نيك بانه محمد يرقصن ربي اللي غادي يوزن باش هذا غيبان له الدين هذا غيعلم انك تعبد ربي تبارك وتعالى. طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرع. هكذا هي المعنى اشهد ان محمدا رسول الله. ورد استغارت نيت سيلسني وانما اطيطاع صغير اللي غيومر تنصدق نامن صغير اللي ساغي خبر دغير اللي ساغي ان تيرا يوقع غدوني توالا غليخر نجتان بن في اتساعي غير اللي فاغينها سبحانه صلى الله عليه وسلم دا ادور نتعبد ربي تبارك وتعالى مع داس غير اللي دي شرع ربي في يلس النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي غيعلم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نتعبد ربي تبارك وتعالى. اش كون انت نديوز ربي ادا غي اكتفى وتدا غي مل ادا غي علم ادا غي تلم دما نكسا نتعبد ربي يكون يرات نتعبد غير اللي سنرا دغيك اللي سنو فلا جود ناغد اي دارنا غادي راه غي تجي ولكن يوزنا غدا رقاس يوزنا اختفى وتينا ها وإن تطيعوه تهتدوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. داريتني ربي تبارك وتعالى غلاتي قوتن
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني تكتن تقولي القرآن الكريم. إذا مقصود أيت ما كذا يعني معنى الشهادة. الصلاة الزكاة أتي يبين كذلك القرآن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الآيات. الحج كذلك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وزم كذلك، أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذا سمو السد يان الانبداد من الإسلام، لا بد يغن جسمي فلاو مسلم، يعني اختي نكر دي اختي يعني جحد دي اختوري قبل هانو رسحي الإسلام سانو رسحي الدين ساشكو الإسلام هي لاصل ليمان درشتي زوار نغد دينك اللي سناه هو سمو السد. يعني لانت اللي الشهادة اختدت لا بد استيدس روح مسلم وليس تعذر تظلت. وكذلك الزكا، الزكا ولي الضروري اللي نصابها في الناس اللي والو، وزوم ولي صدرنا تي خصها هي زوم ولو ري صدرن هاتي فيها ربي العذار اللي دارت القضاء ولا الكفاره ولا على حسب غير اللي يديو شي نقل فقه. الحج ولي دارت لا الاستطاعه هاتي لازم تواجه في الناس الاستطاعه غير الفلوس ولا خص حنس لازم تيحج يودو. اذا سمو سادات ما تين تنين ايان الاساس ايان الساس اللي في تيبنا الاسلام اللي هي الدرش لي زوار نخدم ربي أن ترجو ربي تبارك وتعالى داغي يوفقني كوني ولا كوني هاد النصروح نبدا دنا هاد النصروح الاركان اللي راه يصحو الاسلام لنا اللي راه يصحو الدرش لي زوار نخدم لنا انه ولي ذلك والقادر عليه. هاد غادي يولي مكار باش نسبين ان شاء الله تبارك وتعالى. نبدا دويسين ليان الايمان ثم ويسكرد ليان الاحسان. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.